عسلامة وقايش تحكيو كورة بتحكيو لماس سياسس والإطوال اللي تابع الكاب بعد تروب بالضبط تحكيو برشا حاجات يخصو طرح اليوم ساعة. أول حاجة نقولوا مبروك لسياسس ترشح لدور القادم وحظ أوفر الإطوال اللي طرح حاجات كور كونتاديتاس في سوسة، لكن طرحت على الإطوال نيول ولا ربح ديريكت تعدى بليهم نتيجة رينجرس والسياسس اللي في دور في نيجيريا. نيول بركة ولا ربح تعدى ديريكت الإطوال، حظ اوفر لها في المسابقه ذي. خلينا نحكي وصار في الطرح حاجات اللي تعجب وحاجات اللي ما تعجبش. ساعه ميتون لول برجولي لا كوره لا روح لا شيء، ما ميتون ميليقش بكلاسيكو تونسي خاصه في حاجه انترناسيونال واللي هي الكاف. نعرف طرح السياسات والاطوال ديما نار وديما سخون، لكن طرح هذايا ما تعودنيش بيه. طرح ياسر بارك ميتون لول ما ستنجم نقول بلغتنا العامه ما يعجبش ميتون لول الحق. ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال، فما عباد من صفاقس ولا السياسيس باش يتقلقوا من كلامي محبين السياسيس. الاطوال ظلمت في بيلانتي برميتون، بيلانتي باش تقولي عفويه ما عفويه بيلانتي صحيح بدون حتى نقاش من الاخر. ابار هذا ما زيدش تناقش معايا تقولي ليه وما ليه، بيلانتي صحيح تقوليش راهي عملوا تروبون ولا مش ناوي يا خي ظفر كونتر بيلانتي يا خي ناوي ما مش ناوي يلا غالب زي ضربت في يده، لكن بيلانتي مستحقه الاربيتر تسهل فيها حسابها عفويه. أما راه الإطوال ظلمت في حقها بلانتي هذيك، أخطأنا من أربيتراج ومش قلت أربيتراج نمشيو للطرح. تكتيك مورا زوج جمعيات راهم هابطين، كل جمعية خايفة من السكور، زوج جمعيات ماذا بهم يخرجوا بأقل أضرار ممكن. رينا جهة اللي صار تاع زوج جمعيات خاصة الإطوال، الإطوال جهة اللي صار بالعة 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 كوتي أوفونسيف عمار جمال السونتر ما يفوتوش برجولية برجولية تعبة ياسر في الجهة اللي صار. الإطوال عندها مشكلة كبيرة، حتى السياسيس راهي تعاني في الجهة اللي صار خاطر حسام دكدوك برومي طورا وما طلعش برشا كور باش قارنوا يتسمى اهون على عمار جمال، لكن نفس الحكايه الرول نتاعو اوفونسيف ما عاونش ياسر. الاطوار برومي طون كانت تحكم في الوسط، هي مسيطر عليه الوسط بعواضي وعبن عمر كانوا هما مسيطرين على الوسط وهما ماخذين اللعب الكل، هما قاعدين ياخذوا دوزيام بال هما يدوروا في كور يلعبوا مرتاحين. جوارد سياسيس وسط على سياسيس بصفه عامه برومي طون ما لقاش لي روبير ما لقاش كيفاش يفرض روحه في الوسط على الاطوار اللي خلى برميتون الاطوال تكون خير برشا من السياسيس في هذه نورمالمون توافقني. تدهم رول كبير برشا جوارات اللي كان العريبي عنده رول كبير باش يقلق ديفونسور السياسيس اللي تعب ياسر 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 هاني عمامه نجم نقولوا خرج من الطرح في دقائق معينه تقريبا اي كره في الهواء ولا حتى اللوت جوست يكوفر عليه يخدم عليه العريبي الكل مش الكل خذا عليه كور صحيح لكن برشا كور خذاهم على هاني عمامه. جلاسي تقول عليه يلعب كسكيم ديفونسور هذاك الرول نتاعو باش يوقف هجمات تاع الاطوال باش يعطل شويه ولا يعطل برشا ليزاتاك ولا كونتر اتاك نتاع الاطوال اللي ناي في برشا كور تبدا تكون عند السياسيس ولا حتى عند الاطوال يكون قريب الديفونسورات يكون قدامهم وهو اذا يتحرك وحده جوست كانك كور بسكيم ديفونسور لكن الرول نتاعو هكاك ديفونسيف. على الرغم من طالع كوره مزيانه ودور الكوره لكن ضايع ياسر قدام الكاش خاصه الكور المساكني اللي ما يضيعوش الحق ما يضيعوش كره المساكني سورتو الكره اللي خرج فيها راس راس اللي عندي انا ما عطاهاش حقها جمله. ميتولول ابار بينتي اللي ما تزفرتش اللي كانت في الاصل تتزفر ابار هذاك كان لاعب ما يعجبش ياسر ما ريناش فرجه ميتون ما يليقش بكلاسيكو تونسي من الاخر. دوزيام ميتون با لي زونترينور باش يعطيو دي كونسيني جواريتهم ينصحوهم يبدلوا في التكتيك نتاعهم يبدلوا في التشكيل هذا كول ويرد وكل باش يصير. كرول فاق على روحه فاق عنده مشكله كبيره في الوسط ها هبط سكاري اللي عطاه وجه جديد للوسط على السياسيس عطاه روح جديدة قرينا وسط السياسيس تقلب بجملة واحدة ستة دقائق كانوا نار لين ماركات السياسيس كما قلت لكم رجاء اللي صارت على الاطوال فيها مشكلة كبيرة اللي بونتو تجي سنترال عشان اللي صار لكن اللي أعظم هي غلطة صدام بن عزيزة اللي نجم نقولوا تسال فيها الكورة ولا معلش مع باللي باش نوصف ما نجمش نوصف لكم بالضبط الحكاية كيفاه تسال فيها برشا الكورة ما عطاهاش حقها نمشي معاك شوات تجي كرة قدامه حتى في الشبكة واحد بلاش سياسيس ما تطولش يصير الحكاية كورنير الاطوال مركاج غالط من علي المرزوقي صدام مع عزيز يجي بريمير بوتو يحط كرة في الشبكة واحد واحد بين الاطوال والسياسيس واللعبة قعدت هكاكا كل جمعية قعدت تبليس على الجمعية الأخرى اللعبة تحسن صحيح بعد بار بعد بونتو نيول بركة جملة واحدة اللعب لين 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 تزفر بيلانتي بيلانتي عاد اللي قام تقييم عليه وصارت مشكلة كبيرة انا من ما نجمش نناقش فيها على خاطر باش نحكي من حالي الغلطه الاولى من مغطاس اللي داز جوار صحيح فيها فوت لكن زاده غلطه من جوش اللي كان روتار على خاطر جوار اتاكون تاع سي اس اس شوات كان في فلور جو من قبل سونترال جي صحيح لكن شوات كان في فلور جو قبلها ما نجمش نزيد نوحل ونناقش الكلام هذا خاطر باش نحل على روحي مشكله كبيره وباب كبير
من الاخر فما باش يحكيوا عليه في المافيولا، فما محللين باش يحكيوا عليه اسكو هما بيلانتي ولا لا. انا عطيتكم محللين، فما فوت صحيح من بوغاطاس ده الجور، لكن زاد فما اورجو ما تزفرتش ولا الجوج وقفتوا غلطه جمله واحده. اخطانا اخوي لا غلطه الاربيتراج صحيح، حلكو طرح قلبو طرح صحيح نوافقك في هذيا، لكن الله غالب الاربيتراج في الافريق متعودين بيه ومتعودين برشا مشاكل فيه. حمر زاد السياسيس قلبت شويه تكتيك تاع كرول اللي ولا كيما نقولوا ناقص جور، خاصة رابح 2-1 وجمعية اللي كونتر تبريسي أكثر عدد تاع ملاعبية بدا في تشكيلة هبطت تكون آخر باش يسكر اللعب أكثر. لونتورات على طول اللي لعب 3 ديفونسوريات زاد سكر الأمور أكثر، زاد تعقدت الأمور أكثر. هبط بالعربي كابوست تاعي أنا حسب ما نشوفه يكور كابوست ريجيسور خير برشا من بوست لي الحق، خير برشا. حظ أوفر اللي طوال وحظ اوفر للسياسات في المسابقه ذي اللي طوال كيما قلت لكم، ان بوان ولا حتى 3 بوان يساهمولها باش ترجعوا لي من بعده. انا بوتو وصلت لاخر فيديو، ما عليك انا نقول لك خويا طبعني خويا فولوينا على الانستغرام خلينا نوصلوه في اخر بحط 10000، خليت لي عنك سويب اب وكل فازيت على الانستغرام وعلى اليوتيوب، وما عليك انا نقول لك بسلامه ونشوفكم في فيديو اخر. الى امان.